السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله هننتقل في الشيء الرابع من مادة الفلويد ميكانكس. الشيء الرابع طبعا يحكي على الفيسكس فلو انفاير، يعني سريان اللزج في الأنابيب. نحن في الشيء الثالث خذينا لما يكون الفلويد في حالة حركة بس يكون مغير في عدة أصناف أو عدة شروط، من ضمنها إن هو نو فيسكوستي أو إن هو غير لزج اليوم زيرو. بس هنا في الشيء الخامس هنشوف كيف نتعامل مع الفلويد لما يكون في حالة لزوجة. نعم فور اول فلويدز انفولفد ان ذيس شابتر وي اسيوم ذات باي از كومبليتلي فيلد، يعني نفرض ان الباي هذا ممتلئ تماما بالفلويد في حال وهو في حالة الترانسبورت. عندي النقطة الأولى لم يكن تيرمينال فلو السريان المضطرب أو السريان الصفائي. The flow of the fluid in bile may be laminar flow or may be turbulent. يعني يكون ممكن لما يكون السريان عندي داخل البايل إما يكون سريان صفائي أو منتظم أو يكون turbulent flow سريان مضطرب. If water runs through a bile يعني كان عندي مية تسري داخل البايل الديمتر بتاعها دي والأفرج فيلوسيتي السرعة المتوسطة بتاعها في The following characteristics are absorbed by injection naturally بين داي شون. قال لك لما يكون عندي فلو مثلا زي الووتر يسري داخل الباير القطر بتاعها دي والسرعه الافرج فيلوستي بي. لما يتم محقنا بماده بها لون عشان نشوف حركه الماء داخل ثلاث انواع من السريان. ففي حاله الترمينال فلو لما نحقن الماده داخل الباير تشوف الداي او صدر الموجة داخل البايب يكون عالي جدا متعرف في الترانزيشن فلو تلقاه ماهوش منتظم ونفس الوقت ماهوش مضطرب زي التربين شبه مضطرب. في اللامينا فلو السريان المضطرب تلقاه حركة الماء تكون منتظمة بهذه الكيفية وشبه مستقرة حركة الماء. فقال لك فور سمول انف فلو ريت يعني يكون عندي عدد تدفق صغير ذا دايفيك ويل بي ريمين از ديفين لاين فلو الونج لامينال فلو، يعني يكون عندي تدفق صغير حيكون عندي لامينال فلو. فور سم وات لارج دايفيك يعني يكون عندي زي ما قلنا تموج شبه مضطرب فهنا حيسموه ترانزيشن فلو. لما في الحالة الثالثة اللي هو الفور لارج انف فلو اللي يكون عندي معدل تدفق عالي حيتكون عندي صدر موجة عالي جدا حيتكون عندي ما يسمى تيرمينال فلو سريان المضطرب. يعني عندي ثلاثة أنواع من السريان، يا إما يكون تيرمينال فلو سريان مضطرب أو لامينال فلو سريان منتظم أو بين الحالتين يكون ترانزيشن فلو يعني ماهوش منتظم ماهوش مضطرب. The next curve is going to X component of velocity as function of time، يعني لما يكون عندنا نرسم علاقة بين التايم وبين السرعة هيكون الكيرف بهذه الكيفية. لما تدرس العلاقة بين الزمن والسرعة في الحالة النمل يكون شبه مستقيم، حالة السريع هنا في حالة النمل يكون مستقيم، العلاقة بين السرعة والزمن في حالة الترانزيشن تكون في صدر موجة دايركت شبه تربلت أو شبه مضطرب، لكن في حالة السريع المضطرب اللي هو تربلت فلو صدر الموجة حيكون متعرف بهذا الكثير يكون نتيجة السرعة العالية حتكون عندي سريان مضطرب. كيف ان نحدد السريان المضطرب او السريان منتظم؟ عن طريق الرينولدز نمبر، حاجة اسمها الرينولدز نمبر هو عن طريقة نقدر نعرف نحدد قيمة هل انا قاعد الفلو هذا عندي سريان مضطرب او سريان منتظم او الترانزيشن فلو اللي هو شبه مضطرب. Is ratio of the initial effect to viscous effect. الرولز نمبر يمكن تعريفه انه العلاقه بين النسبه بين تاثير الانيشال افكت او بين الفيسكس افكت هو النسبه. فالديفينيشن بتاع الرولز نمبر الار اي هو الرولز نمبر يساوي الرو في البي في دي على النيو. الرو طبعا الدنسيتي بتاع الفلويد عندي، البي دي هي الافرج فيلوسيتي والدي اللي هو الدايمتر باي، وعندي النيو اللي هي الفيسكوستي بتاع الفلويد الموجود عندي في السيستم.
احنا عارفين في الشيت الاول خدينا في الفلويد بروبرتيز ان خصائص المواعي الرو على الميو هذه القيمه ماذا تمثل؟ تمثل كيناتيك فيسكوستي. يبقى ممكن نعرف بيلز دمبر بهذا التعريف الثاني اللي هو البي في الدي على الكيناتيك فيسكوستي اللي هي في سمول. فهناك اثنين تعريفين بيلز دمبر يعني رو بي في دي على ميو على حسب المعطيات عندك في المساله. واذا كان معطيك كيناتيك فيسكوستي تبدا تجيب بيلز دمبر بالعلاقه بي في دي على في سمول. طبعا هنا التعريفات اللي ذكرناها في الديفينيشن بتاع الفلو لما نحسب قيمه الريز نمبر من جنرال الفلو رقم امبارح لما نحسب قيمه الريز نمبر يقع لي قيمه طبعا قيمه هذه بدون وداوت يونتس ايش بدون وحدات هي هنا عباره عن ريش. في حاله جنرال الفلو الريز نمبر لما تضع لي قيمه الريز نمبر انت قاعد اللي هو الفلو لما تكون عندي الريز نمبر اقل من او يساوي ال 2100. في حالة ترانزيشن فلو الريز نمبر يكون أكبر من 2100 أو أصغر من يساوي 4000. في حالة التوبلت فلو اللي هو سيارة المطر الريز نمبر أكبر من 4000. إذا هذه القيم تقدر تحدد لي قيمة أو الفلو اللي عندي في السيستم أنت يكون هو لمنة أو ترانزيشن أو تيرمينال عن طريق الريز نمبر وحسب الشروط الموجودة أمامك. عندي اكزامبل مثال على سريان الثلج في الانابيب ووتر تمبرشر درجه مئويه عند درجه حراره 20 درجه مئويه ترو بايل ديمتر تطلع من بايل ديمتر بتاع 2 سنتيمتر ديترمين المطلوب الاول ذا مينيموم تايم تيكن تو فيل جلاس اوف فوليوم نص لتر يعني احسب اقل زمن ممكن نعبي به الجلاس هذه الكوب هذا معدار حجم نص لتر. اف ذا فلو امباير لامير يعني اذا كان درجه التدفق عندي في البايل لامير فلو. في الحاله دي ذا ماكسيموم تايم احسب اقصى قيمه للتايم تو فيل كلاس يعني اقصى قيمه للزمن اللي انا ممكن اعمل فيه الكلاس هذه اذا كان عندي التيرمينال فلو اذا كان عندي سريان مطر عندك كوبايه يوميه بتعبيها من خلال البايل معطيك درجه حراره يوميه معطيك الديمتر بتاع البايب 20 سنتيمتر معطيك حجم الكباير تعبيها بنص لتر. فعندي حالتين اما يكون عندي لما بنفس التايم ولما يكون عندي تربلت بنفس التايم. من البديهي زي ما شرحنا قبل شويه الزمن في حاله اللمنه هيكون اكبر او اصغر من حاله التربلت. الزمن في حاله اللمنه هياخذ اكبر تايم ليش؟ لان يكون عندي لمنه قلنا نحن التعريف انه هو سريان المطر او سريان الصفائح عنده يكون عندي لما يكون عندي فلو اقل ما يمكن فياخذ زمن كبير بعكس التايم في تربه الفلو حيكون تدفق عالي فحيكون الزمن هنا اقل فهذا يعطيك انديكيشن الحل بتاعك هو صحيح او خطا. فهنشوف الحل بتاع المساله او المره في المطلوب ايه بنحسب التايم لما يكون عندي لامنا فلو. عارفين ان الريز نمبر قيمته تساوي رو بالبي في دي على الميو. قال لك انه هو اعطاك شرط في المطلوب الاول انه هو لامنا فلو اذا هتساوي قيمه الريز نمبر 2100 او اقل ممكن تحط 2100 او تحط اي رقم اقل المهم ما يخرجش بالشرط بتاع لامنا فلو. فعندي نحط 2100 عندي طبعا معطيك درجه حراره 20 درجه مئويه درجه حراره تمشي للتداول بتاع الريفرس بتاع الوتر طلع منها الرو والميو. هذه المعطيات اللي طلعها من خصائص جدول بتاع خصائص المية عشان تتعوض بيه قيمه الريز نمبر. فمن خلال الديفينيشن او التعريف بتاع الريز نمبر اللي هو رو في دي على ميو يساوي الريز نمبر نقدر نطلع منها يكون عندي مجهول اللي هو السرعه. لما نضرب الطرفين في وسطين السرعه هتساوي 2100 في الميو على رو في دي. 2100 في الميو طبعا طلعناها من السجل بتاع الميه على رو درجه التست بتاع الميه حوالي 998.2 يعني درجه 20 درجه مئويه مضروبه في قيمه الديمتر معطي لك هو طبعا 2 سم هتحوله للمتر. طبعا لازم توحد اليونس الوحدات لازم تكون الوحدات مجالسه يعني هو معطيك بالسم وانا الوحدات عندي بالمتر فحول من سم للمتر نقسم على 100 فتطلع قيمه الديمتر 0.2.
تطلع القيمة نفس السرعة حوالي 0.1 متر بير سكند. شفت السرعة؟ في حالة نعمل لوب هتكون السرعة ضئيلة جدا 0.1 متر بير سكند. هذا هو هيعطيك انديكيشن ان الحل بتاعك صح او خطا، ما يجيش السرعه تكون عاليه جدا في حاله النمل، اكيد لانه التدفق ضعيف، لان السرعه ضعيفه، فالسرعه هتطلع 0.1 متر بير سكند. طبعا قال لك هو الفوليوم بتاع الكلاس عباره عن نص لتر، النص لتر هذه حولها بالمتر مكعب في سكند، نضرب في 10⁻³ عشان نحول اللتر للمتر مكعب نقسم على 1000، فتعطيه الحجم المويه داخل الكوبايه نص في 10⁻³ متر مكعب بير سكند. عارفين هنا الفوليوم كلاس الرمز هذا حجم الكبايه يساوي الكيو معدل الضغط في الزمن اللي تعبى فيه الكبايه، فاذا الزمن اللي هو المطلوب مني هيساوي الفوليوم بتاع الكلاس على معدل التدفق، الفوليوم بتاع حجم الكبايه على معدل الضغط عباره عن ايه في خلينا نحن السرعه في المساحة، فإذا حجم الكباية على المساحة عبارة عن باي ار دي تربيع مضروبة في السرعة. حجم الكباية طبعا احنا قلنا عبارة عن شو؟ هذه طبعا أربعة تطلع لفوق بسط المقام مقام بسط أربعة في حجم الكباية اللي هو نص لتر نص في 10⁻³ على باي في دي تربيع اللي هو 0.2 تربيع مضروب في السرعة طلعناها 0.1، فهتطلع قيمة الزمن بناء على نقدر نعبي به الكباية اللي بيكون عندي نمل في فوق حوالي 15 سكند 15 ثانية. بنفس الكيفية نجاوب على السؤال الفقرة بي لما يكون عندي توربلنت فلو، أنا حيتغير بس عندي قيمة الروز نمبر بدل ما نحط 2100 في هذا الأمر حنحط قيمة الروز نمبر تساوي 4000 وهنعوض نفس القيمة عشان نجيب السرعة من معادلة الروز نمبر ل 4000 مليون على رو في دي 4000 مليون طبعا نفس الجزيرة بتاع المية على رو تست بتاع المية في الدايمتر اللي هو 0.2 هتعطيني السرعه في حاله التربنت فلو 2 متر بير سكند حوالي 2 متر بير سكند. شفت السرعه هنا اقصر سرعه اللي اقوى سرعه من اللانر فلو بيجي لان انا عندي سريان مضطرب، عارفين السريان المضطرب اللي هو التربنت فلو هيكون معدل التدفق عالي فهيكون سرعه عاليه. فهنا يعطيك انديكيشن ان الحل بتاعك صح او خطا، ممكن تعرف انك انت الحل بتاعك ماشي في الحل السليم، لازم تكون السرعة هنا أعلى من السرعة في حالة المطلوب إيه اللي هو اللانر فلو. خلاص لما جبنا السرعة هنطبق القانون التايم بتاع الكلاس، حجم الكلاس على معدل التدفق، حجم الكباية على معدل التدفق اللي هو الإيه في البي، فتعوض المساحة باي أر على التربيع، السرعة المتوسطة، فتبقى لنا مقام مقام بسط، فتجد أربعة في الكباية تعبيها مية حوالي نصف نص في 10⁻³ متر مكعب في السكن مضروبه مقسوم على الباي في 0.2 تربيع مضروبه في السرعه اللي احنا لما ندرس فيه طلعناها اللي هي 2 حوالي 2.07 متر في السكن، فتعطيني قيمه التايم لان لازم تبعت الكلاس نص متر في حاله التربت فلو حوالي 0.7 سكن. شفت التايم هنا هياخذ اقل زمن في حاله التربنت فلو. نستمر في محاضرتنا في الشريط الرابع من السنة. عندي الفقرة الثانية هي Energy Equation معادلة الطاقة. For one dimension يعني بيكون عندي تدفق في اتجاه واحد incompressible غير انضباطي steady flow with friction، طبعا ما دام انه هو سريان الليل هيكون عندي احتكاك فيه احتكاك. انا شفت Work Energy Equation يعني نقدر نكتب معادلة الطاقة، طبعا احنا عارفين السريان داخل الباي الحركة بتاعة الفلويد داخل الباي هذه نتيجة لوجود طاقة هي تفعل الفلويد هذا من نقطة إلى نقطة أخرى أو من ستار للإل، فمعادلة الإنرجي إيكويشن هتكون بي على رو بي تربيع على 2 زائد جي زد هذا في حالة الأوت، هتساوي بي على رو بي تربيع على 2 زائد جي في الزد هذا في حالة الإل بلس الدبليو شارك نت معدل الشغل المبذول نتيجة وجود ولا البامس في اضافه الطاقه بلس اللص اللي هو الفاقد في الطاقه، هنعرف كيف نتعامل مع فاقد الطاقه. عندي دبليو شوب نت عباره عن الديفيشن بتاع دبليو شوب نت اللي هو الشغل معدل الشغل المطلوب للبامب على مع كتله التدفق، ويعطيني النيوتن بتاعها نيوتن
في متر على كيلوجرام، لان هذا عباره عن شغل، الشغل عباره عن قوه في مسافه على الكتله، يعني تتقاطع مثل مربع بالسكن التربيعي. لما نقسم ديفايد باي جرافيتي جي، لو نقسم المعادله هذه على 10 جاذبيه، حتعصل على المعادله الانرجي ايكويشن اللي هي بتهمني في الانس لتحليل اي سيستم موجود عندي. لما يكون عندي ديفلويد في حاله حركه وان هو لزج، فتجد المعادله بي على جاما زائد بي تربيع على 2 جي زائد زد، هذا في حاله الخروج الاول، حيساوي بي على جاما زائد بي تربيع على 2 جي زائد زد، هذا في حاله المنت بلس الهيد اللي هو الاتش سيستم، اتش اس هذا رمز، هذا عباره عن الهيد بتاع السيستم، الهيد بتاع السيستم اللي عندي نتيجه وجود مضخه، الهيد بتاع السيستم هذا نتيجه وجود مضخه بلس الاتش اللي هو الهيد بلس معدل لو قابل في الطاقة نتيجة وجود الكمباوند الموجود عندي، نتيجة وجود الفيسكوستي. فنحن عارفين المعادلة البرنولي ايكويشن بي على جاما هذا عبارة عن هيد بريشر، هيد هذا عبارة عن بريشر هيد يمثلني هيد طبعا اتش، وهذا عبارة عن فيلوستي هيد برضو اتش بلس هيد، والزد هذه هتمثلني انفرت او الهيدروليك هيد، نسيت وجود الهيدروليك هيدروليك هيد، نسيت وجود الانفرت ليفل، نفس الشيء في حالة الليفل، وهذا طبعا قلنا الهيد بتاع هيد السيستم اوف سيستم. جيت الوود طبعا احيانا نحتاج مضخة لتعويض فاقة الطاقة، لازم مرات نحتاج الى هيد من السيستم اللي هو جيت الوود البامب بلس الهيد اللي هو الاشيل اللي هو الهيد اللص فاقة الطاقة، نتيجة وجود هنشوف كيف نحسب هيد لوس. فإذا هذا المجموع الناجح كويشن هي عبارة عن كلها تمثل هيد. فهيد السيستم هذا أحيانا محتاجة لما يكون عندي هنا الهيد الموجود عندي هنا داخل الناجح كويشن ما يكفيش إن هو يحرك لي الماء هذا داخل السيستم من نقطة إلى ستار اللي عند الآخر نقطة، فأحيانا محتاج إن أنا أعمل هيد وجود المضخة. فهنشوف كيف نحسب قيمة الهيد بتاع السيستم أو الهيد المضخم. مش في كل الأحيان نحتاج الهيد، أحيانا الهيد سيستم هذا ما يكونش عندي في السيستم، حنشوف هذا في بعض البروبلمز أو المسائل اللي حنتطرق لها في هذا الموضوع. وهنا عندي الشيء اللي هو الهيد لوس طاقة في الطاقة. الهيد لوس حنشوفه إنه هو يتكون من نوعين اللي هو الميجر لوس والماينر لوس، حنقسم بالتفصيل. عندي الهيد بتاع السيستم، الهيد السيستم هو الهيد بتاع المضخة عبارة عن دبليو شفت نت على جي حيساوي دبليو شفت نت على ام دوت جي في عدد جاذبية، حيساوي في النهاية عبارة عن دبليو الشغل على جاما في كيو. الهيد بتاع السيستم اللي يهمني اللي هو عبارة عن دبليو شفت نت اللي هو مقدار الطاقة اللي تعطيها هي المضخة مقسوم على جاما في كيو طبعا، والوحدة بتاعها هو عبارة عن هيد هو عبارة عن ارتفاع هيكون الوحدة بتاعها متر. الاتش ال اللي هو النص او الفاقد عباره عن نص بير جي على الجاذبيه، هو عباره عن ماشي بير يونت وير، فيقع نيوتن متر على نيوتن، تمشي نيوتن على نيوتن، تطلع في النهايه طبعا زي ما قلنا حتى هو هيد يمثل ارتفاع والوحده بتاعها في المتر.